الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. تكملة الأحاديث الواردة من الباب الأول في الكتاب 56، كتاب الزهد والرقائق، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه، الحديث 24 بعد 607,000. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد، وقال: حتى إذا كان أحدنا لا يضع كما تضع العنز ما يخلطه بشيء. وعن أبيه قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم. الصرم هو الانقطاع والذهاب، فأصبحت كالصريم، جاية في القرآن، أصبحت كالصريم، إيه يعني؟ منقطعة الثمر في سورة إيه؟ القلم. يبقى قد آذنت يعني أعلمت، بصرم يعني ذهاب وانقطاع، وولت حذاء، وولت حذاء يعني حذاء يعني مسرعة، يعني وانصرفت مسرعة يعني الدنيا خلاص بتنتهي مسرعة يعني. يبقى وولت يعني انصرفت، حذاء يعني مسرعة. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء، يعني ما يبقى من الدنيا، من زمن الدنيا، إلا كما يبقى القليل من المشروب في آخر الإناء. ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة، يعني ما يبقى أسفل الإناء، يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. يبقى الدنيا دار زوال ومسرعة الفناء والنهاية، أما الآخرة فهي دار بقاء واستقرار ودوام. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن، يعني هذه جهنم العميقة دي سوف تملأ، تجد ما يملأها يعني، نسأل الله السلامة. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام، ممتلئ يعني، كظيظ يعني ممتلئ من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. الشدق جانب الفم، قرحت يعني تقرحت وجرحت. ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها
اعتذر سعد بنصفها، يعني ما كانوش حتى لا لاقيين ياكلوا ولا لاقيين يلبسوا، يعني كانوا حتى بيغطوا نصهم الاسفل لان ما عندهمش رداء يغطوا نصهم الاعلى من شده الفقر يعني. فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار، بعد الفتوحات بقى، بعد ما كانوا مش لاقيين ياكلوا ولا يلبسوا بقوا امراء يسكنوا القصور. فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار، واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وانها لم تكن نبوة قط الا تناسخت حتى يكون اخر عاقبتها ملكا. يعني تبدأ نبوة وصلاح وتزول النبوة والصلاح بالتدريج حتى تنتهي الى ملك عضود وظلم. وانها لم تكن نبوة قط الا تناسخت، يعني في ايه؟ في اتباعها، يعني في الاتباع بمرور الازمنة، يعني حتى يكون اخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الامراء بعدنا. شفت انت الامراء اللي بعد الصحابة بقى كانوا ايه؟ يعني اهل ظلم واهل بغي واهل انانية وحقد وحسد، غير بقى الصحابة التربية النبوية الشريفة. فنسأل الله ان يسلمنا من الدنيا ولا يجعلها في قلوبنا ويجعلها في ايدينا. وهذا الحديث بالرغم انه هو رواية صحابي الا انه فيه معلومات لا يعرفها الا من خلال النبوة، ففي بعضها له حكم المرفوع. يعني يقول ان الحجر يقذف من شفير جهنم يهوي فيها 70 خريفا، المعلومة دي هيجيبها منين الا بوحي؟ فلا حكم المرفوع، لا حكم المرفوع، المرفوع للنبي يعني صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن عمر بن سليط قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير وقد أدرك الجاهلية قال خطب عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فذكر نحو حديث شيبان. لأن أهل البصرة ما كانش عاجبهم أي أمير، كل ما يبعتوا لهم صحابي يتخانقوا مش عاجبه، كوفة والبصرة. فقال لهم الخطبة دي، قال لهم هتجربوا الأمراء بعدين، احنا مش عاجبينكم طب هتجربوا. وجربوا فعلا، جالهم الحجاج وجالهم بعد كده بني العباس وجالهم بعد كده الأتراك وجالهم بعد كده الإنجليز وجالهم حديثا الأمريكان وهكذا. واخد بالك ازاي؟ ربنا ينجينا. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن عمر بن سليط قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير وقد أدرك الجاهلية قال خطب عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فذكر نحو حديث شيبان. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير قال سمعت عتبة بن غزوان يقول لقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما طعامنا إلا ورق الحبلة حتى قرحت أشداقنا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ يعني هل تشكون في ذلك؟ أو يصيبكم ضرر من زحام مثلا؟ كل واحد في مكانه هيشوف الشمس من غير ما يتزاحم ولا حاجة، وهنا في وضوح الرؤية لا في الإحاطة والجهة، تشبيه في الوضوح، في وضوح الرؤية لا تشبيه في الإحاطة ولا الإدراك، لأنها رؤية بلا إحاطة ولا إدراك ولا جهة. قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيدي لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، يعني الشمس أو القمر، يعني
قال فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك؟ فل يعني أي يا فلان، يعني فل إيه يعني يا فلان، بس بالترخيم يسموها ترخيم، يعني إيه يعني ما يدلع واحد يعني يتقرب إليه يوم إيه نديله بجزء من اسمه يعني، واخد بالك إزاي؟ فيقول أي فل، يعني ربنا يسأل العبد بود وتودد كده يعني نديه باسمه، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، يعني ترأس الناس وتربع يعني تملك. فيقول بلى، يبقى بيعدد نعمه عليك ربك، أما إيه يتجلى عليك بالرؤية يتجلى عليك أيضا بالمحادثة، فإيه يذكرك بنعمه عليك، ألم أكرمك وأسودك يعني أجعلك سيد، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع وأتركك تترأس على غيرك من البشر وأنت عبد مثلهم، وتربع إن تتملك الرباع والأراضي والضياع والقصور والبيوت. فيقول بلى، قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني، يبقى اللي قال له لا ده اللي كان كافر، كافر بلقاء ربه، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فإني أنساك كما نسيتني، يعني أنساك من رحمتي ومن عفوي وكرامتي. ثم يلقى الثاني فيقول أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن؟ قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه يعني على فمه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. يبقى المناقشة دي كلها هتكون مع الايه اللي ربنا سخط عليه، والكذاب سواء كان كافرا او كان يعمل لغير الله منافقا، فربنا يسلمنا من هذا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا. أيوه زي بعض، اتنين كفار وواحد منافق، والكفر أنواع يعني، لأن الكفر أنواع، فالنبي يعني جاب لك أمثلة يعني. وبعدين تحت كل نموذج من ده ملايين من البشر، تحت كل نموذج من هذا ملايين ممليانة بقى، فالنبي بيدي لك نماذج فقط صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا،
قال فيختم على فيه فيقال لأركانه يعني أعضائه فيقال لأركانه انطقي، قال فتنطق بأعماله، قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، قال فيقول بعدا لك بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، يعني أنا كنت بدافع عن جوارحي، تقوم أنتوا تودوني في داهية، ده أنا كنت بدافع عنكم، يعني يعترض على جوارحي التي تشهد عليه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق وأن الله هو الحق المبين سبحانه. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا يعني فيه الكفاية بدون فائض، الكفاية دون فائض. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية عمر اللهم ارزق آل محمد قوتا. وعن أبي قال وحدثناه أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش ذكر عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال كفافا، والكفاف هو ما فيه الكفاية بلا زيادة، ما فيه الكفاية بلا زيادة، لأن ما زاد عن الكفاية فيه السؤال. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض، يعني ما كمرش عليهم 3 أيام شبعانين، يشبعوا يوم يجوع يومين، يشبعوا يومين يجوع الثالث، من طعام بر، البر اللي هو القمح يعني، وآل محمد وسيدنا محمد وأهله وكل من ينفق عليهم صلى الله عليه وسلم اللي هي بيوت النبي يعني. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيل. طب ما هو دعا يبقى كفاف، طب ليه كان بيجوع، ليه ما بيبقاش عنده وربنا بيستجيب دعوته، كان يعطيه ما يكفي فيؤثر غيره فيجوع، فهمت بقى، كان يعطيه ما يكفي فيؤثر غيره صلى الله عليه وسلم، فيقوم يمر احيانا بمراحل الجوع فيه لانه آثر غيره بالكفاف الذي عنده صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخبز الشعير يعتبر من الخبز الرديء يعني من الأنواع الرديء، يمكن الواحد فيكم يمكن عاش لحد دلوقتي ما دقش خبز الشعير، طول النهار قاعد ياكل في ايه، في خبز القمح اللي هو ايه كمان مش قمح عادي، قمح زيرو، زيرو يعني يعني نقي، انقى انواع القمح، حتى البر اللي ايام النبي ما كانش النقي، ما كانش النقي ده اللي هو الزيرو ده، كان بردته وبعبله. ستنا عائشه تقول لك كنا ننفخه، ده ننفخه اللي يطير يطير واللي يتبقى يتبقى نعجنه وناكله، لكن ايه والناس دلوقتي ما بتاكلش الا ايه الدقيق النقي
وما بيحمدوش ربهم كما يجب، لدرجة ان الوقت ما بيعرفوش حتى يخبزوا خبز الشعير. انا مرة قلت اعمل سنة كده واكل خبز الشعير مرة في الاسبوع، وجبت الشعير وديته للراجل الخباز في المنيل فرن هناك، قلت له اخبزه لي وادفع لك التكاليف، اي تكاليف ان شاء الله ادفع لك اغلى، انا عايز اكل خبز الشعير يعني مرة في الاسبوع حتى نجرب. الراجل قال لي ما اعرفش اخبزه، صدق الخباز يقول لي ما اعرفش اخبزه، لازم اضيف له قمح عشان اعرف ايه يمسك معايا واعرف اخبزه، ما لقيتش حد حتى يعرف يخبز لنا خبز الشاي. هنعمل ايه؟ اضطرينا بقى ناكل خبز القمح، نقول الحمد لله هنعمل ايه؟ شايين حتى يعمل لنا حد، ندوق خبز النبي مش عارفين. وعنه به قال حدثنا، والعجيب ان خبز الشعير ده يقي من سرطانات القولون، سبحان الله يا اخي. يعني خبز القمح، الاكل القمح الزيرو ده على طول بيزود نسب حدوث سرطانات القولون والجهاز الهضمي. وكانه خبز الشعير ده نفسه فيه دواء يمنع الامساك ويمنع عسر الهضم ويمنع سرطانات القولون ويمنع القولون العصبي. يعني لو يعني كويس مفيد، بس عايزين ندور على حد يعرف يخبزه. اللي يلاقي حد يعرف يخبزه يبقى يقول لي. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر فوق ثلاث. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز البر ثلاثا حتى مضى لسبيله. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب، والبر والحنطة والقمح كله معنى واحد، قمح بر حنطة ثلاث أسماء لحاجة واحدة، والشعير والنوع الثاني السلت اللي هو الشعير بلا قشر، يبقى عندنا السلت والشعير بمعنى واحد، بس السلت الايه نوع الشعير الراقي شويه، في نوع من الشعير راقي شويه قليل القشر يسموه السلت، عشان اما تقابلك هذه الكلمات يعني في كتب السنه تبقى فاهم معناه. وعنه به قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن هلال بن حميد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال ويحيى ابن يمان قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. يعني يمر عليهم شهر ما يأكلوش حاجة سخنة مسها نار، يعني جرب كده أسبوع كده مش هتعرف. إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إن كنا لنمكث، ولم يذكر آل محمد. وزاد أبو كريب في حديثه عن ابن نمير إلا أن يأتينا اللحيم، يعني ايه القليل من اللحم، يعني بالتصغير كده اللحيم يعني القليل من اللحم، احيانا ياتيهم هديه. وعن ابي قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء ابن كريب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما في رفي من شيء ياكله ذو كبد الا شطر شعير. شطر شعير يعني نصف وسق، نصف وسق، الوسق 60 صاعا، 60 صاعا الوسق، يعني الشطر يبقى 30 وسق، 30 في 2.5 كيلو، ما هو الصاع 2.5 كيلو كويس، هيبقى
75 كيلو. يعني كل اللي عندها 75 كيلو شعير، كل اللي في بيتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خزين لمدة سنة، يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. كانت كل ايه ما تحتاج تاخد منه وتخبز وتاكل، تاخد منه قعدت كده شهور طويلة، المفروض يكون خلص من زمان. قالت ايه ده، راحت مفضياه كده وقعدت تكيله فخلص. واخد بالك؟ يبقى الاحسن الواحد لا يكيل حتى لا تنتهي البركة. ومتى تكيل؟ اذا كنت هتبيع او تشتري بس، انما بتسحب في البيت ما تكيلش، لكن عند الشراء بس والبيع تكيل علشان تستوفي الحقوق. لكن انت في بيتك وعندك بتاخد من خزينك، فتقول للستات البيوت ما يكيلوش الحاجات اللي عندهم، ياخدوا كده ويقولوا بسم الله، يحصل لهم بركة كبيرة. تقعد ايه شكارة الرز من 5 كيلو تسحب منها 10 وهي مش واخدة بال، فهمت ازاي؟ بالبركة يعني. انما ايه، لازم ينفضوها دي، لما تنفضها كده بتخلص. انا لان يعني البركة تأتي من الله غير مقدرة، لا تقاس يعني. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. أحيانا يبعثوا له منيحة. منيحة يعني إيه؟ يعني عنزة ممتلئة ماء، يبعثها للنبي يحلبها ياخد لبنها ويرجع لها. أدي المنائح. يبقى المنيحة هي العنزة الحلوب، تستعار ليؤخذ لبنها ثم تعاد الشاء إلى صاحبها مرة أخرى، اسمها منيحة العنز. وده يدلك على صبر برضو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش زوجة الوقت تلاقيها اليومين دول تقدر تعيش معاك الطريقة دي، ده كمال حال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أصل النظر للنبي كان هو الدنيا كلها، وهو الدنيا والآخرة، هو الجنة، فهمت؟ فالحمد لله يا بختهم ويا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والجنة مش هتبقى جنة إلا لأن النبي فيها. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر أحمد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصيت حا قال وحدثني هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصيت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. يعني وجبتين، يعني ما كلش وجبتين شبعا يشبع بهم، لأنه طبيعة النبي كان إذا أكل لا يشبع، وكان يأكل أكل المتعجل، وكان يدعو الناس يأكلوا معه صلى الله عليه وسلم. فاللي عايش بالطريقة دي تلاقيه ما يشبعش. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي العطار عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها حا قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثني منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الأسودين التمر والماء. يعني مجرد ان ابتدت بقى الحياة تبقى سهلة والأرزاق تبقى متسعة، النبي قضى أجله وسبق الناس، الدنيا بتفتح ليهم ويزداد بقى المال في أيديه. وعن أبي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين الماء والتمر.
وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا الأشجعي حاء قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما عن سفيان وما شبعنا من الأسودين. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده، وقال ابن عباد والذي نفس أبي هريرة بيده، ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة، اللي هي إيه؟ البر اللي هو إيه؟ القمح، من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يشير بإصبعه مرارا يقول والذي نفس أبي هريرة بيده، ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، والدقل رديء التمر، الدقل رديء التمر. وقتيبة لم يذكر به، يعني ما يملأ به بطنه، قتيبة قال ما يملأ بطنه من غير به يعني. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا إسرائيل كلاهما عن سماك بهذا الإسناد نحوه، وزاد في حديث زهير وما ترضون دون ألوان التمر والزبدي، وانتم ما بتردوش الا لما يبقى التمر انواع واشكال ومعاه بقى الزبد ومعاه بقى ايه ما لذ وطب، والا مش عارفين نعيش، مش عارفين ناكل، مش عارفين نقول الحمد لله، والشكوى تتم. فهمت ازاي؟ جيل غير الجيل. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان يخطب قال ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. وقلنا الدقل اللي هو أرض أنواع التمر، يعني اللي هو أرخص أنواع التمر. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهبة قال أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك؟ قال أبو عبد الرحمن وجاء 3 نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده، فقالوا يا أبا محمد إن والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا. قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا. الفقراء طبعا هيدخلوا الجنة أسرع من الأغنياء، لأن الأغنياء محبوسين بيسألوا عن أموالهم، الفقير ما عندوش حاجة. كان عندك إيه؟ يقول لك معزة وماتت، طب يلا طب خلاص سهل. انما التاني عنده ملايين بقى، ملايين ممليانه، هيقعد يتسائل بقى عملت فيها ايه وراحت ازاي وجبتها منين وشغلانه. يكون الفقير دخل الجنه وقاعد مبسوط
واخد بتاعه، والتاني قاعد مزنوق على ظهر جهنم، على 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 متن جهنم، قاعد يتسائل وهو واقف تحت النار، والتاني قاعد في الجنه متمتع. اظن لو الفقراء عرفوا كده هيقول لك الحمد لله على نعمه الفقر. ولكن الفقر المحمود هو الفقر الاختياري، اللي هو فقر النبي كان اختيارا مش فقر اجباري. كان ياتيه المال ينفقه على الناس ويعيش فقير صلى الله عليه وسلم، كان فقر اختياري لانه كان افتقاره الى الله مش للمال ولا للدنيا. كان ياتيه الكثير فكان يؤثر غيره ويجوع هو صلى الله عليه وسلم، يجي له الناس تاكل ياكلهم وينوي صيام صلى الله عليه وسلم. فالفقر الاختياري هو الايه اللي عليه المعول، الفقر الاختياري، انك انت تختار ان تكون فقيرا الى الله ولا تختار ان تكون فقيرا الى الدنيا. من افتقر للدنيا يعني ايه زاد فقره ولا يشبع ابدا. فهمت ازاي؟ يدوم مع فقره ولا يشبع، نسال الله السلامه. باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين، غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.